السلام عليكم ومبروك عليكم هذا النهار ومبروك على وشركم من جديد. كما شفتوا يعني مازلت بنفس اللبس وهذا كيف ما وعدتكم، يعني غادي نشارك معكم جميع الحويجات اللي راني خديت من المول. كيف ما شفتوا يعني الحويجات اللي خديت لوليداتي لبستهم لهم وشاركتهم معكم يعني العيد والدخول المدرسي. ودابا غادي نشارك معكم يعني بعد المعنس اللي خديت، وصراحه كان يعني عجبوني بزاف. غادي نشاركو معكم كيما شفتو باقا كلشي في الكراتن، غادي نحلو ان شاء الله مبادياتنا وتشوفوا كلشي اللي خديت. نبداو على بركة الله. كيما شفتو حيت الكراتن باش نوريكم كل حاجه. اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد الديكوره هادي اللي عجبتني الصراحه وغزاله. الثمن ديالها اللي عجبني اكثر هو الثمن ديالها، يعني رخيص بزاف. كتجي على هاد الشكل، يعني اما نخليوها بحال هكا ديكوره اولا نزيدو نديرو لها واحد الشميعه. هذه الثمن ديالها خديتها ب 95، يعني ب 6 دولارات. كتجي على هذا الشكل، هذا كيجي الشكل ديالها غزال. ثاني حاجه غادي نشارك معكم هما هادو ديال الزبده ديال الكونفيتير هكايا جاج، يعني هذا التحت ديالهم بدير والغلاقه ديالهم جاج. كتجي على هذا الشكل بحال هكا اونصومبل، يعني غزالين. الثمن ديالهم حتى هما كان يعني مناسب، ما عقلتش الثمن بالضبط شحال خديتهم. وغادي نشارك معكم هاد الطبسيل هذا اللي كيجي على هاد الشكل هكا، يعني كنحطو فيه مقبلات اولا الزيتون. كيجي بحال هكا على شكل وريقات، كيجي الشكل ديالو غزال. دابا غادي ندخل في هادشي ديال الكريستال. خديت هادي ديال الحلوه ديال الفاكهه، خاصني نمونطيها. يعني كتجي بحال هكايا طباسيل مفروقين وعاد الحديده ديالهم بحدا. غادي نحاول نمونطيها الزربه. وان شاء الله البنات نهار الخميس ان شاء الله يوم عرفه، يعني حبذا لو نصوموا كاملين ان شاء الله. كتجي على هاد الشكل، الشكل ديالها غزال. كريستال ديالها يعني كريستال ديالها غزال، يعني كاين الماء. كتجي على هاد الشكل. انا خديت سيري كامل بحال بهاد الشكل هكا، كريستال بهاد الديزاين هكا، يعني سيري كامل ان شاء الله غادي تشوفون وغادي نمسح كلشي. هادي الفلاقه، وخديت هاد خديت هادي اللي كتجي على هاد الشكل. حطو فيها الحلوى كلاص التورتات. في هاد الطبسيل هذا اللي كيجي على هاد الشكل هكا، كما قلت لكم انا خديت كلشي اونصومبل واحد كما كتشوفوا، كلشي بحال بحال، كلشي بحال بحال في الديزاين ديالهم. وخديت هادي اللي ديال بحال هكا لوزو الكركاه ديال الفاكهه، كتجي هكايا مقسومه، هي مقسومه على ثلاثه على هذا الشكل كما شفتوا. الكريستال ديالهم كيضرب في العين غزال.
الباكس هذا. هذا الباكس هذا كيجيو فيه 12 كاس على هذا الشكل. غادي نحاول نحيد هذه من هنا. كيجيو فيه 12 كاس. انا حليت غير بكيه وحده، خليت الاخرى من بعد نحلها. كتجي فيها هاد هادي بحال هكا اللي كتجي فيها الديسير او لا السلاد فروي او لا بحال كتحطي فيها اي حاجه يعني كدار فيها كتكون معاها واحد حطيتهم كتكون معاها هاد التعليقات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل بحال هكا. يعني ملي كتعمرها مثلا بسلاد فروي نوريكم غير بهاد البكية هادي كتعلق فيها الكويسات ديالهم على هاد الشكل بحال هكا، كتعطي واحد المنظر ديالها راقي وغزال. مشتو هي راه فيها 12 مازال. انا خليت الباكيه مازال عاد خاصني نحيدها من هذا اللي فيه. مشتو كتجي على هذا الشكل. كاينه معاهم هاد اللي كتجي على هذا الشكل. غادي نحاول نزوم لكم على الطبله باش تشوفوا هذا لونسومبل هذا اللي خديت. حاولت نزوم لكم على هادشي اللي خديت. كما شفتوا هذا هو ديال المخللات او الزيتون اللي وريتكم، كيجي على هذا الشكل بحال هكا. وخديت هذه اللي كتجي هكا منقوشه بالفضه ديال الحلوه، وهذا كيجي شكلها غزال. خديت هذه كما شفتوا راه كلشي اونسومبل واحد. هاد الفرقه هذه اللي كتجي غزاله يعني كتجي راقيه في التقديم ديال الحلوه. خديت هاد الطبسل هذا اللي بحال هكا يعني هو فرقه ديال الفاكهه، يعني هو مقسوم هكايا مقسوم. كما شفتوا هاد الكريستال هادو كاع اللي خديت يعني كلهم نفس الديزاين. خديت هادي ديال الحلوه، شوفوا اللوينات ديالها كي كتعكس هكايا دايره من التحت. وهاد الطبسيل هذا وهذه اللي وريتكم كيجيو مع هذا الكيسان على هذا الشكل هكا. شي نوريكم كيفاش كيجيو. نقدروا نقدموهم بحال هكا يعني مع سلطه فروي، يعني عندهم بزاف ديال الاستعمالات. نقدوهم بحال هكا مع سلطه فروي او لا نديروهم بلاتي نوريكم كيفاش. بحال هكا هادو كانوا عندي، هاد الطبسلات كانوا عندي بحال هكا يعني يجوا للقهوه، يعني تقدموا القهوه اولا نخليوهم يعني كيف ما جاوا. وخديت هادو اللي قلت لكم ديال الزبده والكونفيتور، وهاد الشميعه اللي غزاله الصراحه تقال عجبتني نوريكم لونسومبل يعني كامل كيفاش كيكون على هاد الشكل بحال هكا. كما شفتوا يعني هذيك السوبيره الكبيره يعني كنقدروا نقدموا فيها الفروين، نقدموا فيها اي حاجه. وهكا يعني وعدتكم باش نشارك معكم الحويجات اللي خديت يا الوليداتي يا ليا يا الكوزينه انا شاركت معكم كل شيء. وغادي نتسنى التعليق ديالكم، وان شاء الله ما تنساوش البنات تصوموا نهار الخميس يوم عرفات.
والله يتقبل منا كاملين ان شاء الله، ومبروك عواشر من جديد، والله يدخل علينا بالصحه والسلامه لوليداتنا لينا لوالدينا بطبيعه الحال، وبطبيعه الحال اللي باقيين الاخوات اللي ما انضموش لعالم غزلان يضغطوا على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم اي جديد ديالي. كنودعكم في يد الله.